عندنا في المسجد بعد صلاة المغرب أن يكون الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم هذا 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 نعم هذا حديث صحيح وهذا ذكر صحيح لا حرج فيه. بارك الله فيك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، وأن يحملنا وإياك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يديم لنا هذه المجالس الطيبة التي نلتقي فيها على مائدة الذكر الحكيم، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.